سنة 2023 كانت سنة حافلة جدا بأفلام السير الذاتية اللي اتحط عليها أسامي مخرجين كبار، منها اللي نجح وكان طفرة في الجانرا ديت زي اوبنهايمر مثلا، ومنها اللي كان خيبة أمله أقل من المتوقع زي مايسترو ونابليون. والنهاردة هتكلم على فيلم سيرة ذاتية تاني من أفلام 2023 وعليه برضو اسم مخرج كبير. الفيلم هو فيراري والمخرج هو الأمريكي المخضرم مايكل مان. فلو مهتم أنا محمود ويلا بينا نبدأ. من اسم الفيلم فهو عبارة عن سيرة ذاتية للإيطالي إنزو فيراري المؤسس لشركة السيارات المشهورة فيراري، وأحداثنا بتبدأ بعد مرور 10 سنوات من تأسيس الشركة، تحديدا سنة 1957 لما بتتعرض الشركة لضائقة مالية بتقربها من حافة الإفلاس. على اختلاف طريقة كل كاتب في أنه يتعامل مع قصص السير الذاتية، بتبقى الطريقة المفضلة بالنسبة لي هي أنه ياخد حدث معين من حياة الشخصية ومن خلاله نعيش معاها ونتعرف عليها أكتر، لأن ده بيبعد عن التشتت الناتج عن التنقل بين الفترات الزمنية المختلفة، خصوصا مع اقتناعي أنه من المستحيل أنك تسرد حياة شخصية بالكامل في فيلم مهما كانت مدته طويلة. والمخرج مايكل مان كان مدرك ده جدا وبينفذه بأسلوب احترافي، لأن أحداثنا كلها بتدور في فترة زمنية بسيطة من حياة إنزو فيراري، فترة بسيطة لكنها غنية بالتفاصيل اللي بتخلينا نفهم الشخصية بكل تعقيداتها وأسرارها. وده مش شيء بيبدع فيه السيناريو بس، وإنما كمان الرائع آدم درايفر بيقدم أداء عظيم كان من أهم عوامل استمتاعي بالفيلم. وعموما التمثيل في الفيلم من نقاط قوته، وبالنسبة لي كانت بينولوبي كروز هي الأفضل، وهي بتقدم شخصية في قمة التعقيد، شخصية على قدر قوتها اللي بتحاول تظهرها إلا إنها مليانة بالكسور والضعف، ودي حالة بتبدع بينولوبي كروز في خلق التوازن فيها، ونجحت في إبهاري في كل مشهد كانت فيه. وكانت المشاهد اللي بتجمعها بآدم درايفر عبارة عن مباراة تمثيلية بين الاتنين، كانت بالنسبة لي أفضل مشاهد الفيلم. Am I a sportsman? Or a competitor? وده بياخدنا لإخراج العظيم مايكل مان، المخرج اللي عمل لنا تحفة هيت. والحاجة المشتركة بين فيلم هيت والفيلم ده هو تفوق عنصر الإخراج على كل جوانب الفيلم التانية، زي ما مايكل مان بالنسبة لي كان قادر يغطي على هالة تجمع روبرت دينيرو والباتشينو في فيلم هيت، فهنا كمان مش استثناء أبدا. عندنا مشاهد بصرية رائعة وحركات كاميرا مدروسة، وخصوصا في مشاهد السباقات. في مشهد في الفيلم ده مهما كانت مشاكلك مع الفيلم هتقف تسقف على براعة وحرفية مايكل مان في تنفيذه واختياره لتوقيت ظهوره. يمكن بيعيب التجربة البصرية CGI اللي مش أفضل حاجة، لكن تم استخدامه في مشاهد قليلة جدا في الفيلم وغير مؤثرة على الإطلاق. لكن لما نيجي نتكلم عن مشاكل الفيلم ده فما اقدرش اقول غير انه كان تجربة محبطة جدا بالنسبة لي. زي ما كان سيناريو الفيلم مميز قوي بكل ما يتعلق بشخصية انزو فيراري، فهو كان محبط بالنسبة لي على باقي جوانب الفيلم. حسيت ان قصة الفيلم مقسومة نصين، كل جزء ماشي في اتجاه لوحده وبعيد عن التاني. جزء بيتمثل في حياة فيراري الشخصية المتمثلة في علاقته بزوجته لورا، بالتعقيدات المتعلقة بوفاة ابنه من ناحية، وعشقته لينا وابنه السري من ناحية تانية، وحقيقي ده كان افضل جوانب الفيلم، لكنه للأسف جزء غير مكتمل. على قد ما هو مثير للاهتمام وممتع، على قد ما بيطرح كتير اسئلة وبيسيبها متعلقة، والمعلومات اللي اتقدمت فيه ما كانتش كافية على الاطلاق. اما الجزء الثاني فبيتمثل في حياة فيراري العملية، واللي من المفترض يكون فيه كل الحماس والمتعة والتشويق. ده الجزء اللي بنشوف فيه السباقات والصراع بين شركات السيارات وتأثير الصحافة على حياة الراجل ده، والصراع اللي بينه وبين نفسه ومحاولته للوصول للكمال في العربيات اللي بيصممها، وده كله موجود في الفيلم اكيد، لكن للمفاجأة بيتم سرده باسلوب باهت ورتيب وبيصل لحد الملل في بعض الاوقات. وزي ما بنتعلق فيه بشخصية فيراري بنهمل باقي شخصيات الفيلم كأنها مش مهمة أو موجودة علشان تكمل الصورة وخلاص. أنا وصلت لدرجة إني بقيت شايف كل الممثلين شبه بعض، وفي لحظات كتير خصوصا في نص الفيلم التاني بقيت مش عارف إحنا في أي زمن ولا في أنهي مكان. ومع مرور كل دقيقة بقيت بفقد اهتمامي بالأحداث وبالفيلم عموما، ومع اقترابي من نهاية الفيلم لقيت نفسي ناسي كل جوانب قوته وبس عايزه يخلص. أخيرا الفيلم كان تجربة محبطة ومرهقة على مستوى المشاهدة بالنسبة لي. في كتير جوانب كويسة ممكن تكون سبب كافي لحد تاني انه يشوف الفيلم، لكن انا كنت مستني اكتر، وتقييمي لفيلم فيراري هو 6 من 10.
وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. شاركوني برأيكم عن الفيلم لو شفتوه، وقولولي ايه افضل افلام السيرة الذاتية اللي شفتوها، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للافلام اللي بشوفها، الروابط كلها تحت الفيديو. انا محمود وسلام.